محمد رضوان مدير الشؤون الماليه والاداريه بفرع القاهره لتعليم الكبار. الحقيقه احنا في اليوم العالمي دوت احنا بنحتفل بيه بخصوص محو اميه المواطنين في مصر مثلا وفي العالم كله، بس احنا بنخص جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه ان احنا في تقدم بالنسبه لمحو الاميه، لكن في مشاكل اللي هي كانت بتعوقنا اللي هو موضوع التصرف ده. كنا احنا مثلا في محو بيحصل محو اميه للاميين، لكن في المقابل كان في تسرب من التعليم. الحقيقه ان الفتره اللي فاتت بدا يتقفل موضوع التسرب دوت، وفي نفس الوقت بدأ يزيد الإقبال على فصول محو الأمية، وفي تشجيع من الرئاسة طبعا ومن الوزير ومن رئيس الجهاز عندنا، رئيس جهاز الهيئة العامة لتعليم الكبار، تشجيع مادي ومعنوي للدارسين وللمدرسين، وعامل حاجات كتير بتشجعهم، زود مرتبات المدرسين، عمل تعاقد فوري يدي مكافآت للي بيجيب الأميين ويمتحنوا، وياخد اللي هو يعني قادر على القراءة والكتابة ويمتحنوا، في مكافآت ليهم، في تعاقد حر ل 200 جنيه على الدرس الناجح للمدرس اللي بيمحي أمية واحد ب 200 جنيه، لو محى أمية 10 خلال 3 شهور، يعني نقول خلال 3 شهور، لو محى أمية 10 ياخد 2000 جنيه، محى أمية 20 بياخد 4000 جنيه، ففي تيسيرات كتيرة اتعملت لتشجيع المدرسين إنه يمحوا أمية الناس، وللدارسين نفسهم في امتحان فوري زي ما قلنا، القادر على القراءة والكتابة بيتقدم وبياخد الشهادة خلال 10 أيام تقريبا. فدي كلها تسهيلات بتحصل وبتشجع على الإقبال على فصول محو الأمية، على امتحانات محو الأمية. والحقيقة احنا في القاهرة يمكن الفترة اللي فاتت حققنا نسبة نجاح كويسة، وربنا يسهل يعني الفترة القادمة.